انا عرفت عالم دي اكس ان او اكتشفت عالم دي اكس ان في نهايه رمضان اللي طاف العشر الاواخر. قاعد ابحث عن منتج طبيعي لان انا مسوي عمليه تكميم صار لي سنه. من بعد عمليه التكميم 9 أشهر الى رمضان صار عندي تعب ونحول وكذا ودوخه ومن هالكلام، ما اخذ اي كيميكال، يعني ما اخذ فيتامينات ملتي فيتامين او بي كومبلكس او بروتينات مصنعه او اي شيء. كان نوع من الاهمال وكان عندي مشكله، عموما ما اخذت. في رمضان قلت ببحث عن مصدر طبيعي فيتامينات وكذا، بحثت في جوجل باختصار، انتهى بحثي الى حبوب الصويا. فاتصلت على الاستاذ الحبيب استاذي استاذ عبد الباسط وقلت له عندكم؟ قال عندي. جيته قلت له، قال هي نعم هذا ممتاز، حبوب الصويا ممتازه، لكن عندنا شيء اكبر واهم، طحالب سبيرولينا. شنو هذه؟ كذا اخذت من عند الاسم، رحت البيت قعدت ابحث، دلني طبعا على الشركه. ثاني يوم جيت السالميه اخذت الطحالب، قدرا دخلت الموقع مال شركه ديكسن فعرفت الفطر ريشي واكتشفت انه اعجب منه وكذا فجيت اخذته. المهم شفت اثار في نفسي واقتنعت في المنتج من ناحيه صحيه، وما كنت اعرف عن العضويه ولا سيستم ولا نظام التسويق ولا شيء. علمت صاحبي هذه التجربه، عفوا على الاطاله، هذه التجربه كنت بقول لكم اياها الان. بعد اسبوعين من الاستخدام شفت اثار في نفسي ورجعت المواضيع، اكتشفت ان بالفعل هذه الاثار نفس ما مكتوب، نفس ما هي مميزات هذه الطحالب او الفطر. طبعا نشاط وطاقه الحمد لله خلال اسبوعين مع ان اكلي قليل لان انا مسوي عمليه تكميم. علمت صاحبي، صاحبي يعاني صار له 3 سنوات يعاني من مشكله في بطنه، وبعض الاخوه اللي هنا حاضرين يعرفونه شخصيا، وانا كنت حاضر هذه المشكله خلال 3 سنوات هذه، وهو من اقرب الناس لي. الله يعز من يسمع، اذا اكل مباشر روح الحمام. راح سوى فحوصات عند كل المستشفيات اللي تشوفون هذه، يعني خلينا نقول هذه بمبالغه لكن اكبر المستشفيات. كل ما يسوون له فحص يقول له بطنك ما في شيء، بطنك سليم. الرجل تطورت حالته، قام يروح طالت السالفه طالت المده، فراح مستشفيات خاصه، عيادات الخاصه، سوى فحوصات نفس الكلام، قالوا له روح يبا للدكتور مساعد العصفور، هذا اكبر دكتور كويتي متخصص في الجهاز الهضمي. دق سلف وراح للدكتور مساعد العصفور، يا دكتور مساعد انا بطني اتعبني، انا تعبان، ايش فيك يا فلان؟ قال فيني كذا كذا كذا، صار 3 سنوات، وقتها كان صار 2.5 سنين. قال ماشي بسوي لك فحوصات، اخذ من عنده عينات واخذ قطعه صغيره من القولون. قال راح ارسلها لاقوى مختبر في فرنسا، مختبر فلاني ومختبر في بريطانيا، عينتين مني ومني. قال خير، كم تكلف؟ قال 500 دينار. قال 500 ولا شيء، بس خلنا خلص اعرف شو المشكله. الشاهد جاء الرد، جاء لصاحبي الدكتور قال بطنك ما في شيء. نفس التقارير اللي في الكويت هي اللي جت من برا، بطنك سليم. طبعا الناس بدعت في بطنه، اللي يقول لك الرز ابيض، عيش ابيض مع روب، اللي يقول لك كل خميره البيره، اللي يقول عليك بالعسل، اللي يقول، طبعا هو صار حقل تجارب، ما في شيء ما جربه. في الاخير استسلم الرجال، قال الحمد لله ما اكتشف شنو فيني، هذا هو. انا اشوف واشوف معاناته، بالفعل الرجال يتعب نفسيا حتى تعبان. انا لما شفت العيد اللي طاف الفطر، لما شفت الاثر معي قاعد اسولف معاه، قلت له ابو فلان ترى في منتجات اكتشفتها وقريتها وشفتها عجيبه، طلع السموم من الجسم، تغذي الجسم، قوي المناعه، وهو يحب السوالف هذه وهو رياضي. قال لي خلاص ابو عمر بروح اخذ معك. جاء الشركه في السالميه سوى عضويه واخذ المنتجات، النوني والمثلث الذهبي، النوني والفطر والريشي، عفوا السبيرولينا. اخذ 12 يوم كتب على الجروب بالنص، لله الحمد والمنة والفضل، ثم لأخوي أبو عمر اللي دلني على هالمنتجات العجيبة، أبشركم يا الربع بطني طبيعية 100%. أنا والله يا جماعة، أنا أصلا يوم قلت له على المنتجات ما قلت عشان بطنك، قلت له أنها بشكل عام مفيدة وكذا كذا. فهو لما قال هالشكل دعيت له بالخير، جيت العصر تقهوى عنده نفس اليوم، قلت أبو عبد الله بطنك سليم؟ قال سليم. قلت 100 بي؟ قال 100 بي. وحتى يقول أنا ما تكلمت وقلت هذا الكلام إلا بعد يومين لما شفت وضعي منتظم. طبعا الى الان صار له 3.5 شهور تقريبا من الاستخدام، الى الان بطنه سليمه. ففضل الله عز وجل. طبعا هذه كانت التجربه بعد اللي شفتها في نفسي انا، كانت يعني مقنعه لي بجوده المنتجات واهميتها وفائدتها على فكرتها العامه لتنظيف الجسم وكذا وكذا. طبعا تجارب واجد، انتقلت علمت ابن خالتي، وقف علاج الضغط، عندي اختي الكبيره كذلك استفادت وقولونها صار طيب، والتجارب جت ورا بعض فضل الله بالعشرات خلال 5 أشهر طافت. فالكلام اللي قبل شوي ان القناعه عندنا بفضل الله عز وجل بالتجارب وبالمعرفه وبمعرفتنا لاهميه وتركيبه هذه المواد وانها طبيعيه وكذا كذا،
عندنا قناعة في هذه المنتجات يعني كأسباب نافعة بعد إذن الله عز وجل بالشفاء والصحة 100%.